سيمون عين شنو هي المخلفات اللي كتلقاو تما في هاد يعني الريخيستروس او لي روغار يعني هاد البالوعات هادو كنلاحظوا بانهم مختنقين كاين المخلفات اللي لقيتو فيهم؟ لقينا فيهم الزبال، لقينا فيهم الغايص، لقينا فيهم الحجار، وهذه المسؤوليه ديال الشركه ديال الاراضي. هذا النداء للمسؤولين اللي خدامين في الفابريكا ديال الضو، هما اللي خصهم يجيو يقوموا بالنكس ديال هاد القادوس اللي كاين هنايا في الكبيبات في المدينه القديمه، لان هاد القادوس هذا الا مشى تبقى هايده وتخنق وراه غادي نغرقوا، غنوليو بحال مدينه الضالبيده، غنوليو بحال قصر الصغير، غنوليو بحال تطوان، وغتغرق المدينه القديمه وحنا خسرنا المدينه القديمه. نعم، والمشاركين يعني في هاد العمليه التطوعيه المجتمع المدني، هاد المبادره هادي النبيله اللي كيقوموا بها بعض النشطاء ديال المجتمع المدني، انتم كتشوفوا الاخ عبد السلام الصروخ والاخوان، انتم كتشوفوها ادام عبد الرحمن السرحاني، هالاخوان كاملين كنشكرهم على هذه المبادره النبيله اللي كيقدموها للسكينه ديال المدينه القديمه.